بالفضل ديال المجهود خرج من الجامعه الملكيه المغربيه للمكفين والوضيعه في البصر، لان كتقوم بواحد المجهود كبير في غياب الامكانيات وغياب الميزانيه اللي زعما كتسمح لهم انهم يواكبوا جميع الرياضات، بحكم ان الجامعه الملكيه المغربيه للمكفين والوضيعه في البصر فهي رياضه لمتعدده الاختصاصات، يعني فيها العاب القوى، فيها كره القدم، فيها كره الهدف، فيها السباحه والجيدو، وبالتالي الميزانيه اللي كترصد من طرف الوزاره فهي تعتبر يعني غير كافيه لتطوير الرياضه بشكل. بالنسبه للسيسي فوت فبحكم ان هذه الرياضه بديناها في 2007 2008 وهاد اللاعبين كانوا تحت يدينا يعني مده طويله، فهي عطات الاكل ديالها لان اللاعبين كانوا دائما معنا وكان عندنا وقت طويل باش نطوروهم. حنا اللي كنتمناو دابا باش يكون الخلاف يعني خص يكون واحد الاهتمام بهذه الرياضه وترصد واحد الميزانيه خاصه للرياضه. وما كرهناش ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تبنى هذه الرياضه، لان كره القدم حتى هي كما متبنيه كره القدم القاعات والشاطئيه والنسويه، فتبنت هذه الرياضه حتى هي تبنى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كما قلت بعد كاس افريقيا مشينا مباشره من نيجيريا، يعني كان فيها شويه ديال المشي الحر، كانت حاره جدا والظروف كانت قاسيه، يعني دوزنا ليله واحده في المغرب ومشينا لليابان، واحد الرحله طويله ديال 24 ساعه تقريبا ديال الرحله. الحمد لله كانت تما الاجواء جيده، يعني الاقامه كانت مزيانه، الظروف كانت مواتيه جدا، الجمهور كان مكتف، يعني والمباراه كانت في واحد الاجواء اللي جميله. كانت المباراه الاولى كانت دارت في القاعه، حنا ما عندناش ندربوا في القاعه، ومع ذلك بحصه وحده الدراري اللاعبين قدروا يتاقلموا مع القاعه، وفزنا المباراه الاولى ب5-1 اللي كانت مباراه رسميه، ولعبنا مباراه ثانيه اللي هي في العشب وفزنا حتى هي عليها ب3-0، يعني مجموع ديال 8-1 ضد اليابان، وفزنا بهذا الدوري اللي كان الدوري التحدي باليابان. يمكن السبب هو اننا انتقلنا من الحر للبروده الشديده في اليابان، وماشي اللاعبين، الطاقم التقني والاداريين كلشي صاب بالزكام تما، يعني كانت واحد الحاله، يعني اللاعبين كلهم مصابين، والحمد لله قاوموا اللاعبين ويعني وجاو لنفسهم وضحاوا وجابوا نتيجه طيبه الحمد لله. انجاز كاين يزيد يكرس يعني العمل ديال الجامعه وديال اللاعبين. صراحه بعد الرحله الشاقه والطويله اللي كانت في نيجيريا وبعد الملحمه يعني اللي كانت في نيجيريا، يعني ما كانتش راحه، مشينا مباشره لليابان المشاركه في كاس التحدي. الحمد لله ربي سهل، لان كاس التحدي كانت تجربه جديده علينا بحكم ان الكره تلعب داخل القاعه، وحنا الدراري ما كانوش مولفين ومعتادين يلعبوا كره القدم كفين داخل القاعه، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى وفق بفضل المهارات وبفضل سرعه البديهه ديالهم تاقلموا بسرعه وحاولوا يحققوا المهم والحصول على الكاس ديال التحدي لاول مره هذا. تتويجنا بكاس افريقيا، مشينا لهذا التتويج الثاني اليابان، وما هو الا تهيئ الالعاب الفارا اولمبيه 2020. هذا المجهود اللي درناه كنشكروا عليه الجامعه اللي واكبت معنا الطموحات ديالنا والتطلبات المتطلبات ديالنا، كنتمنوا على ان حتى الوزاره تمشي معنا في هذا النهج اللي غادي معنا الجامعات، التضحيه اللي دايره معنا الجامعه، كنتمنى حتى الوزاره ان شاء الله تمشي معنا في هذا النهج وتواكبنا وتتعاوننا باننا نحاولوا نجيبوا ميداليه ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه. اذا كانوا تدريب ومعسكرات على طول السنه وكانوا تحفيزات وكانوا يعني قامت بالواجب معنا، ان شاء الله كنوعدوا ان المغاربه اننا ممكن نكونوا بوديوم ان شاء الله. وهذا الفضل كامل كيرجع لرئاسه الجامعه السي ياسر الحلشي والمدرب المنتخب الوطني ديال المنتخب والرياضيين بصفه عامه ديال المنتخب، لانهم داروا واحد المجهود كبير وكبير بزاف من والو، لان ما كاين حتى شي واحد كيعاون هذه الجامعه وهذه الرياضه. كنتمنوا على الناس الجداد اللي جاوا خاصه الوزير الجديد انه يعاون هذه الرياضه،
ولما لا تكون عندنا شي ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ثم السر النجاح راه بين الاهتمام والرعايه واختيار الانسان المناسب في المكان المناسب، الا وغيعطيك واحد النتيجه اللي ترضي جميع المغاربه. وما كان ربح ديال الكاس على 4 مرات على التوالي راه تيدل على مدى استعداد وتضحيه كل المكونات ديال الجامعه الملكيه من تقنيين من اداريين من هذا، وهذا تيدل على الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الرياضي الاول لهذه الفئه. تنشكر كل من ساهم في هذه الانجازات، والحاضر غادي يكون احسن من هذا، وتنشكر كل من غطى هذا التدور. هذا المستوى الافريقي راكم عرفتوا ربح الكاس 4 مرات تدل بان هيمنه رياضه سيسيفوت المغربيه على القاره الافريقيه. اما بالنسبه على المستوى الدولي فاحنا كنا طموح بالنسبه ان شاء الله للمشاركه في طوكيو، غادي نقولوا الكلمه ديالنا وغادي تجي الميداليه الذهبيه ان شاء الله.